Hey guys, welcome to Candy House. النهاردة إن شاء الله هناخد Lesson 3 من Course of Grammar Level 1. الدرس ده هنتكلم فيه عن Pronoun They، الضمير They. Pronoun They، الضمير They، بنستخدمه لما بنحب نتكلم على أكتر من حاجة. يعني لو عندي حاجتين أو تلاتة أو أربعة أو أكتر من كده هقول عليهم they. They يعني هما. النهاردة هنتعلم إزاي نسأل عن حاجات كتير ونقول إيه دول بالإنجليش. What are they? What are they? What are they? وهنا هنستخدم أداة الاستفهام what يعني إيه. وخدوا بالكم لما بنكتب كلمة what بنكتبها W-H-A-T وهنا ال H silent ومش بننطقها. وبعد what بنقول are they. R-A-R-E A-R-E. وخدوا بالكم ان ال E لما بتيجي في آخر الكلمة مش بننطقها وبتكون برضو silent. وبعد what are بنقول they. What are they? What are they? What are they? What are they? طيب ازاي نكتب كلمة they? They T-H-E-Y T-H-E-Y. وقلنا قبل كده ان ال T وال H لما بيجوا مع بعض بيعملوا صوت the the. الفونكس بتاعت ال T-H ذ ذ. وعشان نتأكد ان احنا بننطقها صح لازم زي ما قلنا نطلع طرف لساننا ونقول ذ ذ. والإجابة هتكون they are وبعدين هنقول أسماء الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. بس خدوا بالكم من حاجة مهمة قوي. لو الحاجة في منها اتنين او تلاتة او اربعة او اكتر لازم احط بعد اسم الحاجة دي حرف الاس. حطينا هنا حرف الاس بعد اسم الحاجة دي عشان احولها من مفرد لجمع. يعني مثلا star الجمع بتاعها هيكون stars. cat الجمع بتاعها هيكون cats. banana الجمع بتاعها هيكون bananas. ball الجمع بتاعها هيكون balls. يبقى they are stars. They are cats. They are bananas. They are balls. وممكن بدل ما نقول they are إننا نختصرها. فنشيل حرف الاي من كلمة are ونحط بداله apostrophe ونضم الكلمتين مع بعض وكأنهم كلمة واحدة وننطقها there there there. They're stars. They're cats. They're bananas. They're balls. Now, are you ready to play a game? دلوقتي جاهزين عشان نلعب لعبة؟ في اللعبة دي هنحاول نقول الجمع بتاع الصورة اللي هتظهر قدامنا. Car Cars Egg Eggs Bee Bees Chair Chairs Goat Goats. Well done everyone. And now are you ready to play another game? دلوقتي جاهزين عشان نلعب لعبة تانية. What are they? They're frogs. What are they? Their windows. What are they? Their planes.
What are they? They're rabbits. What are they? They're toys. You guys, that was amazing. That's all for today. خلصنا درس النهاردة. إذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، وإذا حبيتوه دوسوا سبسكرايب عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي موجودة على القناة. Thank you for watching. Bye for now.